لربما يراها البعض أعجوبة، نالت من طموحات الشعب الكربلائي بالحصول على خدمات تسهل سير حياتهم اليومية على بعد 100 متر عن مكتب محافظ كربلاء و500 متر عن المراقد المقدسة. تكمن معاناة المواطنين جراء مطبات كبيرة والحفر العميقة التي يراها المسؤولين يوميا في طريق حركتهم. الحالة هنا نعاني من هاي سبب الطسات أو مطبات صناعية اللي سوتها الحكومة، هاي ما تبعد عن المحافظة غير 100 متر عن مجلس محافظة، وكل المسؤولين كل يوم يفوتون من هنا، وما تبعد عن الإمام إلا 500 متر، وواجهة مدينة ودخول وخروج من هذا المكان، يعني ماكو فد مسؤول شريف يجي يشوف هذه المطبات اللي تسبب الحوادث. في الجانب الآخر اكو مطب القبله ما مبلط، الوراء مبلط، فمن يجي السائق يتفاجئ به، واكثر الحوادث تصير هنا. طبعا هذه المطبات سووها على مود على اساس المشاة اللي يعبرون من هنا، بس هم ما فكروا بالسائق اللي يجي مسرع طالع من النفق يسبب قدره ويسبب حادث. فنرجو من الاخوان اللي مسؤولين عن الطرق والجسور في كربلاء الانتباه لهذه الحاله السلبيه وتقليل المطبات، لان المطبات قريبه، يعني هذا المطب عن هذاك 50 متر. يبدو ان الكاسب صاحب سياره الاجره يشاركه في رزقه الكثيرون، فهناك محطه الوقود وجبايات النقل المكلفه، والان اضيفت اليها هذه الحفر والبالوعات المكشوفه التي من شانها ان تكمل استنزاف ارزاق سيارات الاجره وتدمر عجلاتهم التي هي باب رزقهم الوحيد. المطبات ما لها داعي، يعني هو الشارع محفر، كله محفر، يعني تاخير، والنوب السياره تريد كل مده تريد لها صدر. يا ريت يشيلونها، والله محفر الشارع كله محفر، هذا بس الشارع هذا عدل زين، كل الشوارع ما محفره. الملايين تصرف من اجل تعبيد الشوارع العامه ومفترقات الطرق، ومنها من يعاد تعبيده مرتين لتظهر العديد من المطبات التي أودت بحياة عجلات السائقين. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.